لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله وده يرد بعقله وده ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث ووقائع معركة أين الله الجزء 55، وعنوان حلقتنا النهاردة مجلة الأزهر تتلاعب بعقيدة المعتزلة. حلقة النهاردة هنشوف إزاي إن الأشاعرة هم يتبعون في الحقيقة أصول المعتزلة لكنهم قد هذبوا هذا المذهب، وهذا المذهب الذي هذبوه صاروا في أصوله تابعين للمعتزلة زي ما بيقول الشيخ سليمان العلوان، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. هو يقصد الأشاعرة، يقصد نقل عن غيره، يقصد ينقل عن غيره بأن الأشاعرة مخانيث المعتزلة، يقصد بذلك أن الأشاعرة هم يتبعون في الحقيقة أصول المعتزلة، ولكنهم قد هذبوا هذا المذهب، وهذا المذهب اللي هذبوه صاروا في أصول التابعين للمعتزلة وإن كانوا خالفونهم في أمور، فصار أشبه ما يكونون هؤلاء بالقوادين لهؤلاء. هذا معنى هذه العبارة. وإحنا هنشوف الأزهر عمل إيه، إزاي بياخد عقيدة المعتزلة ويهذبها. بس الأول نفهم كم حاجة كده علشان نعرف إزاي الأزهر بيتلاعب بالألفاظ اللي بياخدها من المعتزلة. المعتزلة بيثبتوا لله الاسم وينفوا الصفة، يعني مثلا يقولوا الله الأعلى لكنهم بينفوا صفة العلو. نقول مثل تاني، لما أنا مثلا أقول فلان ده اسمه زكي أو اسمه كريم بس صفته مش كده. هكذا فعلوا المعتزلة، أثبتوا الأسماء لله فقط ونفوا عن الله الصفات. فلو قرينا اللي نقلته مجلة الأزهر من تفسير الكشاف للزمخشري واللي هو من أئمة المعتزلة كمثال على صحة كلام الشيخ العلامة سليمان العلوان، شوفوا معايا على الشاشة صفحة 16 الفقرة الثانية مكتوب إيه. وفي الكشاف أن المراد بتسبيح اسمه تعالى تنزيهه عما لا يصح من المعاني التي هي إلحاد في أسمائه تعالى كالتشبيه مثلا، وأن يصون من الابتزال والذكر لا على وجه الخشوع والتعظيم. وركزوا معايا في الكلام بيقول إيه في الكشاف، أن المراد بتسبيح اسمه تعالى تنزيهه عما لا يصح من المعاني التي هي إلحاد في أسماءه تعالى. وطبعا زي ما قلتلكوا المعتزلة بينفوا صفات الله بالكامل ومش بيثبتوا غير الأسماء فقط. يعني إيه؟ يعني يقولوا مثلا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وشوفوا معايا الشيخ زيد البحري وهو بيأكد المعلومة دي. المعتزل يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، يقولون هو عزيز بلا سميع بلا سمع بصير بلا بصر، فيقال لهم إن هذا مما يأباه العقل وتأباه الفطرة واللغة فضلا عن الشرع، فإنه لا يمكن أن يقال ولله المثل الأعلى في إنسان لأنه سميع إلا لأنه يسمع، وإلا فهذا قدح في العقل، كيف يقال لإنسان بأنه عالم وليس بذي علم؟ هل هذا هو العقل؟ ليس هذا هو العقل. لا يمكن أن يسمى الشيء اسم إلا وله صفة. يعني لما يقول الزمخشري إن المراد من الآية سبح اسم ربك الأعلى هو تنزيه اسم الله عما لا يصح من المعاني التي هي الحاد، يقصد إن اسم الأعلى ملوش معنى العلو، يعني الأعلى لا يدل على صفة العلو. واللي يقول إن اسم الأعلى يدل على علو ده ملحد. سؤال أي إنسان بيفهم اللغة العربية، لما أقول لك سبح اسم ربك الأعلى هيكون المعنى إيه؟ طبعا اللي بيفهم عربي هيقول المعنى إن الله في العلو أو إن لله صفات العلو. فلو في معتزلي وسمعك هيقول أنت كده ألحدت في أسماء الله، وده هو التوحيد عند المعتزلة زي ما هنشوف الشيخ ابن جبرين وهو بيوضح الكلام ده في الفيديو اللي جاي نشوف مع بعض. المعتزلة أولهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء في القرن الثاني، هؤلاء أول من أظهر هذا الاعتزال. ذكر أصولا خمسة سموها بأسماء حسنة. الأصل الأول التوحيد، ويريدون به تعطيل الله عن الصفات، فيقولون إنا إذا كنا الله قديم وسمع
السمع قديم والبصر قديم والوجه قديم والعلم قديم والقدرة قديم، لازم تعدد القدماء، فلا نثبت إلا الذات، هذا مع التوحيد عندهم. وزي ما شفتوا الشيخ ابن جبرين وهو بيقول إن اللي أسسوا مذهب المعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل ابن عطاء في القرن الثاني، وهم أول من أظهر الاعتزال، وإنهم قسموا العقيدة لخمسة أصول سموها بأسماء حسنة. الأصل الأول التوحيد، ويريدون به تعطيل الله عن الصفات، ويقولون إذا قلنا إن الله قديم والسمع قديم والبصر قديم والوجه قديم والعلم قديم والقدرة قديمة لزم تعدد العلماء، فلا نثبت إلا الذات. هذا معنى التوحيد عندهم، فلا نثبت إلا الذات، يعني مش بيثبتوا إلا الأسماء فقط. وهنشوف الأزهر إزاي بعد ما أخذ عقيدة المعتزلة ونقلها في مجلة الأزهر راح تلاعب بالعقيدة دي، ونشوف مع بعض معاكم على الشاشة مجلة الأزهر كاتبة إيه. نشوف وفي الكشاف أن المراد بتسبيح اسمه تعالى تنزيهه عما لا يصح من المعاني التي هي إلحاد في أسمائه تعالى، كالتشبيه مثلا، وأن يصان من الابتذال والذكر لا على وجه الخشوع والتعظيم. وزي ما شايفين أن زمخشري بيقول أن المراد بتسبيح اسمه تعالى تنزيهه عما لا يصح من المعاني، وهنشوف إزاي الأزهر أو الأشاعرة بدأوا بالتلاعب بالعقيدة بعقيدة المعتزلة علشان ايه؟ علشان يعملوها جزء من عقيدتهم. ونقرأ من مجلة الأزهر في نفس الصفحة كاتبة ايه؟ والخلاصة انه يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص، ويجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لذلك عن سوء الأدب والذهاب بها مذهب المجسمة والمشبهة. وركزوا معي على الجملة دي، والخلاصة إنه يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص. شوفوا إزاي الأشاعرة تلعبوا بعقيدة المعتزلة. هل المعتزلة بتعترف أصلاً بصفات الله؟ المعتزلة بتثبت الأسماء فقط وبتنفي الصفات. يعني إيه؟ يعني بصوا معايا، شوفوا الزمخشري بيقول إيه؟ بيقول أن المراد بتسبيح اسمه تعالى تنزيهه عما لا يصح من المعاني. تسبيح اسم الله الأعلى يعني تنزيهه عما لا يصح من المعاني، والمعنى المرتبط باسم الأعلى هو إيه؟ هو العلو أو صفة العلو. يقوم الأزهر والأشاعرة يتلعبوا بعقيدة المعتزلة ويضيفوا صفة أو معنى للإسم، ويقول إيه؟ شوفوا معايا، والخلاصة إنه يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص. وفي نفس الصفحة بيقولوها صريحة، شوفوا معايا مكتوب إيه؟ والأعلى صفة الرب، والمراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار لا بالمكان والجهة لتنزهه عن ذلك، وهذا العلو واجب لله في ذاته وصفاته وأفعاله. الأعلى صفة الرب، زي ما قلت لحضراتكم اسم الأعلى معناه أو معناها العلو. الأشاعرة بيثبتوا المعنى كصفة، والمعتزلة اللي أخذ منهم الأشاعرة العقيدة وفي نفس الجملة اللي خدتها مجلة الأزهر من تفسير الكشاف المعتزلي بيقول الزمخشري إن المراد بتسبيح اسمه تعالى تنزيهه عما لا يصح من المعاني. إلا أنا مستغربة لأن مجلة الأزهر بتنقل كلام الزمخشري، وبتنقل إن الزمخشري بيكفر للي يعمل من اسم الأعلى صفة، وعملت الحاجة اللي قال عنها الزمخشري إنها كفر وإلحاد. شوفوا معايا مكتوب إيه؟ أن المراد بتسبيح اسمه تعالى تنزيهه عما لا يصح من المعاني التي هي إلحاد في أسمائه تعالى. يعني الزمخشري بيقول إن اسم الله الأعلى ملوش معنى نقدر نقول إنها صفة، واللي يقول كده يبقى ملحد كافر. راحت مجلة الأزهر أخدت كل كلام الزمخشري بالتكفير اللي قاله، وأخدت العقيدة اللي بتعجبها، وعملت الحاجة اللي تكون كفرت بها على حسب كلام الزمخشري. علشان كده العلامة سليمان العلوان قال إيه؟ قال عن الأشاعرة مخانيس قوادين. وشوفوا معايا الفيديو اللي جاي للشيخ سليمان العلوان هيقول لنا إيه. هو يقصد الأشاعرة، نقل عن غيره، ينقل عن غيره بأن الأشاعرة مخانيس ومعتزلة، يقصد بذلك أن الأشاعرة
هم يتبعون في الحقيقة أصول المعتزلة، ولكنهم قد هذبوا هذا المذهب، وهذا المذهب الذي هذبوه صاروا في أصول التابعين للمعتزلة، وإن كانوا يخالفونهم في أمور، فصار أشبه ما يكونون هؤلاء بالقوادين لهؤلاء. هذا معنى هذه العبارة. يبقى فعلا الأشاعرة بياخدوا من عقيدة المعتزلة ويهذبوها، زي ما شفنا في حلقة النهاردة إزاي المعتزلة بتنفي تماما عن الله الصفات، زي ما قال الزمخشري أن المراد، شوفوا معي، أن المراد بتسبيح اسمه تعالى تنزيها عما لا يصح من المعاني التي هي إلحاد في أسمائه تعالى. راح الأزهر يشرح عكس كلام الزمخشري ويقول: والأعلى صفة الرب والمراد بالعلو، العلو بالقهر والاقتدار لا بالمكان والجهة لتنزهه عن ذلك، وهذا العلو واجب لله في ذاته وصفاته وأفعاله. وتابعوني في الحلقة الجاية علشان نشوف فبركة الأزهر للعقيدة الأشعرية من خلال تهذيب المذهب المعتزلي، وإزاي بيدخل كمان في مواجهة مع الحنابلة. وألتقي بكم في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة.